حول هذه التطورات لصحة ترامب ينضم إلينا رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد. يعني بالفعل يعني هذا التباين اللي حدث بالأسواق على خلفية التطورات الخاصة بصحة ترامب، يعني كيف يمكن أن نقرأها وما هي السيناريوهات الآن القادمة بالنسبة للمناظرات وأيضا موعد الانتخابات الأمريكية؟ يعني زيادة الغموض فيما يتعلق ب يعني الأكثر غير اعتيادا في مشوار انتخابات الرؤساء الأمريكيين خلال الفترة الماضية هي المرحلة التي تمر فيها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا في هذه الانتخابات، مع مزيد من الارتباط بأحداث مرتبطة بالأنسرتينتي أو الغموض أو عدم الوضوح أو عدم التيقن بشكل كامل في ظل يعني إصابة رئيس أكبر اقتصاد في العالم، اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، إصابته بهذا الفيروس تعطي للأسواق إشارة ضمنية لمزيد من الفولاتيليتي ولمزيد من التذبذب في الفترة الحالية. خليني بس نظرة سريعة نحكي أنه من أصل 14 رئيس في التاريخ منذ العام 1932 حتى تاريخ اليوم، 14 رئيس تم ترشيحهم أو حاولوا أو ترشحوا مرة أخرى لدورة ثانية، 12 رئيس تمكن من تحقيق ذلك، فقط رئيسين لم يتمكنا، وهذين الرئيسين كان هناك ركود خلال فترة تسلمهما للرئاسة في المرحلة الأولى أو في الدورة الأولى، وبالتالي لم يتمكنوا من النجاح ثانية. دونالد ترامب حقق فورة اقتصادية، ومن ثم مع فيروس كورونا عاد للانكماش الاقتصاد ككل، بالتالي يوجد ضياع وعدم وضوح، إضافة إلى إصابته بالفيروس يزيد من التكهنات ويزيد من احتدام المنافسة حتى موعد الانتخابات في الشهر القادم، وهذا قد يبرر بشكل مباشر فولاتيليتي لكن مع إيجابية للدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، لأنه نحن المستثمرين إجمالا يبحثون عن ملاذات آمنة أكثر من الملاذات التقليدية التي كنا شاهدناها سابقا وميالة أكثر إلى النقد، وهنا نبحث عن الين الياباني والدولار الأمريكي كمستهدفات أولى. نعم، وحتى الذهب يعني كملاذ آمن اليوم إذا ما تتبعنا الأحداث التاريخية للانتخابات الرئاسية تحديدا اللي حصلت بشهر أكتوبر، يمكن عم نشوف يعني الذهب كان عم بينخفض خلال هذه الفترة يعني رائد على مر السنوات الماضية، كيف ممكن نفسر اليوم تحركات الذهب على وقع ترقب هذه الانتخابات وصحة الرئيس؟ خرج الذهب عن كونه ملاذا آمنا تقليديا بالشكل الذي نعرفه سابقا، وذلك نظرا لوجود الأزمة الصحية الجائحة التي تجتاح العالم بأسره، وبالتالي رغبة المستثمرين نحو ملاذات أكثر أمانا وسيولة، وهنا كان التوجه نحو الكاش أكثر والدولار الأمريكي المقيم للذهب، بالتالي ذلك أثر ضمنيا على أسعار الذهب، لكن لم تنهر أسعار الذهب، لم تنهار، بالتالي لا يزال يوجد هناك إقبال، ولكن هذا الإقبال يتعزز أكثر مع انفراد المؤثر الوحيد وهو السياسة النقدية الميسرة بالتأثير على العملات وعلى السلع المقيمة بالدولار الأمريكي، دون أن يكون هناك حديث عن عديد من المؤثرات على قرار الاستثمار. بمعنى آخر، عندما تهدأ الأمور قليلا بعد الانتخابات الرئاسية ممكن أن نشهد عودة الذهب لمزيد من الارتفاعات، قد يشهد الذهب بعض الارتفاع خلال الفترة الحالية ولكن هو ميال أكثر للهبوط، تاريخيا تم إثبات ذلك، تاريخيا أنه كان في عندي يميل بعض الشيء للهبوط في الفترة البعيدة 3 أسابيع تقريبا أو 4 أسابيع قبل الانتخابات، ويصعد في الأسبوع الأخير نظرا للتوجه نحو الملاذات الآمنة، وممكن أن يستمر بهذا السلوك خلال الفترة القادمة إذا ما كان الرئيس القادم هو معزز أكثر للسياسات التحفيزية والفيسكال والمونيتري يعني نقدية ومالية، حتى يكون هناك استدامة وارتفاعات أكثر في أسعار الذهب. الذهب ممكن أن يشهد الارتفاعات الكبيرة على المدى المتوسط إلى الطويل، لكن الآن تذبذب واسع النطاق مائل للانخفاض. نعم، حتى مؤشر الخوف يمكن عم نتابعه، يمكن رائد يعني عم نشوف كذلك بعض التقلبات عليه، يعني أدنى سعر عند 24.9، أعلى سعر كان 29.9، إلى أي مدى المؤشر يعني سيبقى عاكس لهذا التخوف والضبابية اللي عم تشهدها الأسواق في الوقت الحالي؟
وهو اقترب بشكل كبير من 1 أكتوبر لمستويات قريبة من 27 ويحاول الارتفاع أكثر نحو 29، ومن المتوقع أن يستقر أو يرتفع حتى أكثر عن هذه المستويات في الفترة القادمة، لأنه نحن مقبلين إلى مزيد من خلط للأوراق في مع اقترابنا من الانتخابات الأمريكية. لا يعني أبدا صحة دونالد ترامب أو يعني تمكنه من التغلب على هذا الفيروس أن حظوظه ستكون أقوى بالانتخابات. هو لم يحقق ما كان مطلوب منه في المناظرة الأولى، لازلنا ننتظر المناظرة الثانية وننتظر وجود ترامب في المناظرة الثانية، ومن ثم يتم الحكم بشكل أفضل على حظوظ ترامب في الفترة القادمة. ولكن تاريخيا الأسواق تنصف الجمهوريين أكثر على حساب الديمقراطيين وتتعاطف أكثر مع الجمهوريين، لأن سياسة الحزب الجمهوري متساهلة أكثر مع الأسواق وتسبب مزيد من الارتفاعات. ولذلك مع اقتراب حظوظ ترامب أكثر أو ارتفاع هذه الحظوظ أو هذه النسب، سينعكس ذلك على الول ستريت وعلى مزيد من الارتفاعات في أسواق الأسهم. ولكن إجمالا بعد الانتخابات من المرجح وبشكل كبير أن يكون هناك هدوء وعودة للانخفاض بعض الشيء. الفيكس من المرشح أنه يتجاوز مستويات 29 قريبا خلال الفترة القادمة مع اقترابنا أكثر من موعد الانتخابات، وهو يعبر بشكل مباشر عن الفولاتيليتي أو التذبذب واسع النطاق الذي قد يرتفع أكثر مع ارتفاع حظوظ ترامب بالنسبة لأسواق الأسهم أن تحقق مزيد من الارتفاعات، لأن الشركات الأكبر سيكون لها الحصة الأكبر بالمقارنة مع الشركات الصغيرة، لأن ترامب بسياساته مشجع أكثر للقطاعات الثقيلة أو للصناعات الثقيلة. نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإكويتي جروب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.